وللوقوف عند آخر التطورات نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي السيد طارق الأشقر رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا. مساء الخير سيد طارق، بداية لو تضعنا في صورة الوضع في يافا، ما الذي حصل فجر اليوم في مقبرة الإسعاف؟ مساء النور. فجر اليوم ما يقارب الساعة 5 صباحا تم اقتحام لمقبرة الإسعاف بقوات كبيرة لعناصر الشرطة ورجال أمن البلدية. اجوا لهنا على أرض المقبرة في مدينة يافا، اقتحموا المقبرة، أغلقوا يعني كل المنطقة حواليها ودخلوا بجرافات وبلشوا بجرف الأرض هناك ونبش القبور. نعم، يعني كان لديكم علم بأن هذه الجرافات والقوات سوف تأتي يعني اليوم أو فجر اليوم، هل حاولتم التصدي لها وما الذي حصل؟ نعم، احنا لدينا معلومات منذ أيام عديدة، وبآخر 3-4 أيام احنا كنا نبات نحرس هنا المقبرة، حتى كنا نقيم صلاة العشاء بجانب المقبرة، وكان في عندنا معلومات انه نية البلدية اقتحام المقبرة بتغطية الشرطة. في الساعات المبكرة كان هنا عشرات الاخوان، طبعا قوات الشرطة كانت بالمئات مع شركة الامن اللي تابعة لبلدية تل ابيب، يعني زي ما تقول يعني اطلعونا من محيط المقبرة وابعدونا ما يقارب 200-300 متر، فكانت التصديات احتجاجية. يعني هل حصلت مواجهات أو مناوشات معينة، جدالات بينكم وبين الشرطة أم كان؟ نعم، جدالات كانت موجودة، يعني حاولوا أنه يصعد الجدالات هاي، ولكن مناوشات ما كانت، ما يعني الصراحة ما كان في إحتاج الأمر لمناوشات. يعني إحنا يعني إذا بنقرر الأعداد إحنا على كل بجوز على كل محتاج كان في 5-6 أفراد شرطة غير شركة الأمن اللي تابعة لبلدية تل أبيب. نعم، يعني بعد تجريف القبور هل يعني سوف تستمرون بالنضال من أجل منع تشييد المشروع السكني أم أن الأمر يعني أصبح يعني تحصيل حاصل؟ لا طبعا إحنا راح نستمر بالاحتجاج، وراح نحاول قدر الاستطاع انه احنا نمنع تجريف القبور. يعني العمل ما انتهى اليوم، العمل هو راح يكون على مدار ايام اسابيع بل اشهر. احنا طبعا ما بنتنازل، هذه مقبرة اسلامية وديننا الحنيف وجبنا انه احنا ندافع عنها، عن المقدسات بالذات اذا كان في قبور داخل المقبرة. نعم، ولكن ما هي الآليات المتوفرة لديكم أنتم كأهالي يافا للتصدي والمواجهة، وهل تطالبون جهات معينة بالتدخل لمؤازرتكم في نضالكم هذا؟ نعم، احنا وجهنا نداءات يعني منذ الصباح، وجهنا نداءات بالداخل الفلسطيني بالذات للمدن المجاورة لأنك اللد والرملة، ووجهنا نداء كمان لأي مسلم حر عربي شريف كمان انه يجي وينضم معنا، لانه هي هذه مقبرة الإسعاف زي ما ذكرنا احنا في مواضع تانية، هي بس مش بس مقبرة تابعة ليافا، هي مقبرة إسلامية تابعة لكل حق كل مسلم بالداخل الفلسطيني او على وجه الارض انه يدافع عنها. راح نضل ندافع عنها. طبعا الحراك الجماهيري هو اللي الان متاح لنا، احنا الجانب القانوني طبعا احنا يعني ما كناش بنعول عليه، المحكمة الإسرائيلية رفضت الالتماس تاعنا، وزي ما بنقول يعني صرحت للبلدية انه ملكية الأرض لإلها، وهي اذا هي كانت صاحبة الأرض فهي تفعل فيه ما شاء ما تشاء، بالرغم من يعني البلدية ما بتنكر انه في هنا مقبرة وما بتنكر انه هاي مقبرة إسلامية، ولكن هي كما ذكرت من قبل بتقول انه هاي يعني كان هذا لما يوم هم ترافعوا في المحكمة حكوا قالوا إنه الحي أبدأ من الميت وتطوير المدينة أبدأ من إنه تكون هنا مقبرة، مع إنهم بزعموا بيقولوا إنه المقبرة هاي منذ سنة 30 يعني ما بتمش فيها دفن أي موتى، بس ولكن يعني مقبرة إسلامية فهم بيسمحوا لنفسهم إنه يجرفوا القبور تاعتهم.
نعم، سؤال أخير سيد طارق. يعني من المعروف أن هناك الكثير من المخططات والمشاريع لتهويد يعني ما تبقى من معالم عربية وإسلامية في يافا، هل يمكن لأهالي يافا لوحدهم يعني التصدي لكل هذه المشاريع وأيضا لبلدية تل أبيب يعني الضخمة؟ يعني نعم، بلدية تل أبيب معروفة يعني بميزانياتها وبيعني دعمها كمان من المؤسسة الرسمية. هناك يعني هي أجندة ماشي بالنسبة لهم لمحق أي إشي عربي إسلامي داخل يافا. هناك تضييقات على السكن، على الاقتصاد، يعني بيحاولوا بكل ما أوتوا من قوة إنه يعني إذا ما كانش يعني إذا ما طلعش بيدهم يخرجونا أو يخلونا من مدينة يافا، فهم بدايوا علينا بيحاولوا يمحكوا كل إشي عربي إسلامي. نعم. وهذا صراع إحنا موجودين فيه منذ يعني فترة الاحتلال. نعم، السيد طارق الأشقر رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا لكم.